رانا في الحدود الفرنسية مع لوكسمبورغ، والكثير الكثير الكثير من الفرنسيين يشتغلوا في لوكسمبورغ والمساء يروحوا لمنازلهم في فرنسا. Ça va. Si je chante, tu vas finir le travail, tu vas aller à la maison. Pourquoi? Parce que je vais tomber sous le charme ou parce que vous allez me casser les oreilles? Les deux, les deux. Les deux. Les صغيرة بس صعبة مليحة، نخدموا فيها ناكلوا فيها نشربوا فيها الحمد لله. الحمد لله. الواي تكون بلاك وقت اسكو سي باسي تلقى الواي؟ سايبة شوية سايبة. كاك شور او بيان؟ Le marché est ouvert du mardi au samedi. Il ferme le dimanche et le lundi. Et il est ouvert très tôt le matin pour les poissonniers. صباح الخير عليكم خاوتي. اليوم اخر رحلة راح نديروها قبل ما نجيو للجزائر، يعني هذه الرحلة الاخيرة في بلد اجنبي وراح ندخلوا للجزائر ان شاء الله لو 14 سبتمبر. لو 14 سبتمبر ان شاء الله راح ندخل البلاد ليسونسيال. راح نروحوا اليوم لمدينة ماتس الفرنسية اللي قدام ستراسبورغ، هذه المدن الحدودية مع المانيا. راح نجوزوا على لوكسمبورغ، دونك الرحلة تاع اليوم راح تكون شابة بزاف، تبعونا. نتكلوا على ربي ان شاء الله. عندنا 267 كيلو حتى مدينة ماتس الفرنسية. الطريق من ألمانيا لوكسمبورغ التعب التعب، لأنه طريق جبلية فيها الهبطة والطلعة بزاف، ويمشوها بزاف شاحنات ويمشوها بزاف سيارات، يعني دائما عامرة، لأنه هالطريق تهبط لوكسمبورغ ومنها لفرنسا ومنها بزاف بلدان، يعني طريق أوروبية كبيرة، يعني الناس بزاف اللي تهبط من ألمانيا على لوكسمبورغ رايحين لفرنسا، رايحين لاسبانيا، رايحين البرتغال، رايحين بزاف بلدان اوروبيه. rechts abfahren und danach sofort rechts fahren auf die A602 in Richtung Trier. رانا في الازدحام المروري، رانا حاصلين في الازدحام المروري، يعني ازدحام. والسبة علاش؟ لأنه رانا في الحدود الفرنسية مع لوكسمبورغ، والكثير الكثير الكثير من الفرنسيين يشتغلوا في لوكسمبورغ والمساء يروحوا لمنازلهم في فرنسا. دونك الطريق هدايا في الوقت بين الخمسة تاع العشية حتى 8 9 تاع الليل راح يكون فيه خنقه مروريه ما كاش خطها، لانه كل تقريبا لوكسمبورغ السكان تاعها يزيدوا ايام العمل وينقصوا سكان لوكسمبورغ في العطله، يعني السكان تاع لوكسمبورغ على الساعه الرابعه صباحا ماشي هما نفس السكان تاع لوكسمبورغ على الساعه العاشره، تدخلهم يد عامله كثيره. وشوفوا دوكا هاي ليك كي تشوفوا لهنا في الطريق هذا الازدحام هذا، راح تلقاو اغلب السيارات هي سيارات فرنسيه، يعني اللي يشتغلوا في لوكسمبورغ. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ziel ist rechts. رافي بي. صافا. قطع هذاك. والو باربو قاعد شابع ماكلة شابع راحة عايش في اوتيل راح يجي كم هنا خويا في لا ريسبسيون مش هنا لا ريسبسيون هنا هنا لا ريسبسيون نديرو وحدة حلوة. بونجور بونجور وي ها هو المافيا Vous êtes une star et je ne vous reconnais pas ou... Ah lui, oui. C'est oui. Ça oui. Je chante moi. C'est vrai oui. Allez-y, chantez. C'est en allemand, il chante en allemand. C'est pas grave, je chante en allemand. Non, non, je chante en... On fait des vidéos de voyage. D'accord. Voilà. On est des youtubeurs, on fait des vidéos de voyage. Ok, d'accord. Ouais. Si je chante, tu vas finir le travail et tu vas aller à la maison. Parce que je vais tomber sous le charme ou parce que vous allez me casser les oreilles? Les deux, les deux. Ah, les deux. S'il vous plaît. Je suis en chambre, c'est médic. Je vais vous mettre là, je vais vous mettre en chambre.
هاي هو هنيك شيك لقى كود وراو الكود 91 مليل هلا على قبول باك 91 47 47 92 92 هاي هو بسم الله مرحبا وراو الضوء مرحبا خصنا دروك نديرو لهم الجوله تاع الشومبره هي بلاص كيف كيف انا فايت غير انا فايتو غير هنايا بالكوزينه برك كولوار فيه كوزينه ما عنديش كوزينه بصح كيف كيف معليش نجيب نطيب عندك هذه هي طيب عند رافيق والماكله ها يا شباب نتلاقاو من بعد ان شاء الله السلام عليكم لا في هذه تكتب مات بصح تنطق ماس ماس ايه انا اشتعنا عبك على تنطقش تي هذاك الحرف تي على بالك بلي كي كتبتها في نافيغاسيون ما حبش يخرج لي ماس نقول للنافي ماس مات ما طلعهاش بعدا كي تكتبها قال لي ماس لازم تكتب لازم ماس اس لازم تكتب ماس زعما ماس است اي وراه شكرا راح تي راح تصلي راح تصلي فاوليك اخوتي انا اللي حكمت تحيي كيفاش بناوها العلو هذا بكري عباك الحاجه اللي تحير كيفاه بار اكزومبل في 1700 ولا في 1600 وقدروا يبنيوا القطعه كيما هذه بالعلى اللي كيما هذا كيفاش كانوا يطلعوا في الحجر كيفاش كان وما كاش هذيك لاكري وكاع جوستومون شوف وشوف لي فيت هذه لي شوف شوف هذه تبان تاع الماسونية شو؟ تريونغل هذي؟ ايه تريونغل مكتوب بواحد اللغة غريبة ايه صح بون خوتي احنا علاش دخلنا صورنا لهنا باسكو هاد الكاتدرال هادية هما اصلا هاد لي كاتدرال هادوما ما بقاوش زعما يصلوا فيهم ولا بقاو اماكن سياحيه كشغل الناس تجي تشوفهم حنا جينا نشوفوا لاركتيكتور تاع البلاد هذا ما كان يعني ندخلوا شوفوا الحاله كش مخدومه برك كاين واحد الاخوه يقول لك راك بار اكزومبل راك تصور في كنيسه ولا راك تدعي للدين ديالهم ولا نو حنا دخلنا نشوفوا البنيان كيفاش مخدوم سيتو كيما هما يجوا يشوفوا مساجد تاعنا يدخلوا يصوروا ماشي معناتها راهو جاي يصلي صحيت شريوا كيما هنا شوفوا عندهم مونديريك شوفوا المنبر هنا شو المنبر تاع الصلاه تريح الفوق ما يشبه يخطب عليهم بالك هو ثاني كيطلع ثم ويهضر ما نعرف بداتها من باريس هما هنا يا خويا الدين تاعهم من باريس المهم حنا صورنا بينا واش اللي عجبتني بزاف كما يسميوها هنا لا فريسك شوف شوف لي ديزاين اللي كاينين في القصص وكل ديزاين فيه شخصيه شوف كل ديزاين فيه شخصيه هم بلاصه فيهم جوزيف بون دوكا رانا في المارشي مي راهم يطبقوا جينا روطار فرنسا مليحه فيها بزاف لي مارشي تاع الخضره تشري خضره فريشكا في الالمان ما تلقاوش هاد الرفاهيه هادي ما كاش بزاف كاين بتي مارشي واحد تلقاه في لافيل كبير مارشي كوفر كيما في البلاد حنا في البلاد عندنا هاد لي مارشي هنا هاد البلايص هادو ما ملاح لنسا علاش في فرنسا كي تكون مرا مغتربه في فرنسا ما تحسش بالغربه بزاف مرا هكذايا تجي لهنا المارشي سورتو هما يحبوا يجوا المارشي يقضيوا وكاع دونك في المارشي لهنا راح تلقى كلش ومن طول حاجه فريشكا
شوف اكتو هذه التورتليني التورتليني هذه كاين ريستورون في ايطاليا تريزيرفي في جونفي باش تاكل التورتليني يعطيو لك رونديفو باش تجي تاكل تشد بلاصه تريزيرفي طابله يعطيك رونديفو على هذا المكان شحال خلص قريب فوق ال 1000 اورو شحال يعطيو لك من حبه يجيبوا لك طبسي فيه التورتليني هذه شحال يجيبوا لك من حبه 6 حبات بالطبسي هذا هي علاش دارها التورتليني هذا الطلياني علاش دارها قال لك تالمو جداتي كانت تاكلها بزاف وتخدمها مليح غير ما ياكلوها الناس بالزربه واش دار لهم 6 حبات برك تقوتيها بالعقل هكذا وتطول باش تاكل وفي الفيديو ان شاء الله نخليكم عليها شي كوا صا هذا يا نعناع نو هذا لا فابور اول باش جو بونس باش يطلق باش يطلق باش تبقى مندي يا واه باش ما تبزدش مسيو سي كوا صا ديش بي سي بوغ دي ليغوم ميد اه اوكي واه سي كوم جي دي ها بون اوبسيون واه ها عليك بالك الخضاره في الجزائر تفيدهم هاد لوبسيون شغل واحد لافسا طلق الفار Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire du marché? Du marché, alors les dates je ne les connais pas très bien, mais c'est un bâtiment historique qui avait tiré un évêché, si je sais bien. Okay. Et il a été construit par l'architecte Blondel. Vous ne savez pas de quelle année Non, je vais être très mauvaise là. D'accord. Et c'est chaque jour ou bien Le marché est ouvert du mardi au samedi. Mardi, fermé le dimanche et le lundi. D'accord. Et il est ouvert très tôt le matin pour les poissonniers. Ah, vous okay. avez ici deux bouchers, un poissonnier, un primeur, deux primeurs et un marchand de produits de... De fruits et légumes bio, d'accord. Vous avez des fromagers, vous avez un stand italien, un stand espagnol. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez faire une dégustation soit de chez Morissette, soit de chez Chalère. Chalère, c'est le poisson, vous pouvez déguster même des huîtres. Vous pouvez aller chez Marchand déguster du fromage. Elle vous fait des petites raclettes, des choses comme ça. Et c'est maintenant la baladia de Metz. C'est une grande baladia. Voilà. Ok, une arse. ونزوجوا منا ناس حاجة خفيفة العرس تاع فلوروب شحال هو ومرتو واختها بالك وثلاثة أربعة هما ما يفوتوش عشرة مالك درك هنا في السونتر تاع ماس البلاصة هذيك شغل فيها القهوة بزاف الناس تجي تقصر هنا تسمى تشرب قهوة بلاش أنا كنت مع صحابك وجاي حاب تقصر أروح عندك صافا مليحة نخدمو فيها ناكلو فيها نشربو فيها الحمد لله غاديكو فيها بدا عندك انت هنايا وك عايش في المدينة عندي 3 سنين في مات 3 سنين في مات واش كيما باغ اكزومبل راح نسقسيك باغ اكزومبل الواي كي تكون بلاك واقت اسكو سي فاسيل تلقى الواي صعيبة شوية صعيبة بعدا يكون عندك شوية عرف صافي لازم يكون العرف لازم يكون شوية عرف داكور الخدمة كيما انت راك مع ايبر ما شاء الله سامار شوية إبر هنا بس كي باري مات شوية بولمو كيما كانت وكيما يضرب مشي كيف كيف بي صافا الحمد لله طلع جورني تاعك طلع جورني تاعك صافي بليزير زيد واش كاين الجزائريين اللي كاين هنا بزاف منين كاين
صافي اللي شغل اللي تحسهم بزاف. انا نهار سمعت كلمه 58 ولايه عملت لي السيد غلط واحد الوقت قالوا لي يا ولدي مزادوا 58 ولايه تقريبا بصح اللي كاين بزاف درك معروفين كيما بار اكزومبل اورلي يا عباك علاش ما حبش يقول لك كون يقولوا له هارنا يجوا ليه على الباب هنا يقول تيرتي كاين هارنا كاتيرتي كاين غريزان تاودر هي وكاين كما هاد لا مارش هادي راهي لا مارش تاع كيشغل بلونغلي ناو ستوب فيولونس كيشغل حبسوا العنف لا فيولونس حبسوا العنف هاد شوف الله غاشي كبير نمشيو كل عندهم حاجه واحده لا فيولونس هيا حطوا ديال الكاميرا هم غير ما خلصوش فوز فوز سي تو انا باغي الشيفر نو فيولونس Tu prends quoi, monsieur ? Un sandwich au thon. Un sandwich au thon ? Ouais, j'ai faim. Et ouais. J'aime bien mon habnak, la boulangerie, parce que c'est berda, je veux le mec, la berda, c'est la fête. Tu as fait une orange, non ? Une orange, non ? Merci. في اوروبا ديزاين كاع واحد دائما تلقى في اوروبا سونتر فيل اللي فيه كاع الحوانات كما نقولوا حنايا حنا في الجزائر بار اكزومبل تلقى حومه وحده فيها حوانات مي هما في الاوروب دائما يديروا مدينه في قلب المدينه يبيعوا برك غير يبيعوا كيما نقولوا حنايا القاش كلش سورتو الحوان تاع القاش تاع التليفونه تاع الريحه كيما انا راهي سيفور عادي بوكو